السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ احوالكم طيبه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واموركم مزيانه. عواشكم مبروكه، خلي الله الصحه والعافيه. كنت ندير هذا الفيديو من داخل الحرم المكي. الحمد لله الامور كلها ولات مزيانه، اللي بغا اللي اول على شي عمره ولا اول على انه يدير زياره ولا. ان شاء الله العام تيكون غيكون حتى الحج ان شاء الله باذن الله. زعما الحمد لله ما بقى حتى شي حاجه اللي كتخوف، الامور كلها مزيانه. حنا وسط الحرام، الدنيا عامره، زعما ما كاين حتى شي مشكل. كيف كتشوفوا الحمد لله كلشي كلشي تقريبا رجع كيف ما كان، ما بقاش مشكل ديال الدخول للحرام اللي كان خصو لابليكاسيون، خصو التطبيق باش تدخل. بغيتي كتدخل تصلي عادي. العمره اللي باقي شويه قال تيجيبوا لافور، ولكن تيقولوا ان شاء الله من هنا رمضان وما يبقاش هادشي كله. الحمد لله دازت رحله جميله جدا، وتمكنا الحمد لله باش ندوزوا العمره في احسن ظروف. اللهم لك الحمد. نخليكم معايا تشوفوا معايا الرحله كي دازت من مطار محمد الخميس حتى دخلنا لمكه ان شاء الله. كنطلب من الله سبحانه وتعالى انه يوفق الجميع، جميع المسلمين، انهم يوصلوا لهذا المقام. ولله الحمد تبسلم. خليكم معنا. السلام عليكم، احنا معكم دابا في مطار محمد الخميس. كي تشوفوا مطار خاوي، مولف المطار كيكون فيه في هذا الوقت طيارات كثير. الحمد لله على كل حال، ان شاء الله غنبداو نطلعوا باش نمشيو لجدة ان شاء الله. احنا ان شاء الله دابا راه في طيارة، والحمد لله وصلنا للميقات. ان شاء الله غنبداو نلبيو دابا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كي تشوفوا المطار رائع، مطار جديد ديال جدة، داكشي رائع جدا. الحمد لله أننا وصلنا بخير وعلى خير. زعما هذا مطار جديد ديال جدة، مطار كبير جدا 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 وجميل جدا ومنظم. ان شاء الله اللي يحرم حتى واحد من هذه مثل هذه الرحله هذه. نتمنى التوفيق للجميع. صراحه ما عندي ما نقول، ما عندي ما نقول. مطار كبير وديك الشيء زعما رائع جدا. ان شاء الله الله يوفقنا ونوصلوا لمكة سالمين غانمين، ودوزنا العمرة في احسن ظروف. هذا القطار ان شاء الله جديد، هذا الشيء اول مرة كنشوفه انا تربط ما بين منطقة نزول الطيران والمطار فين تتبع الجوازات. ما شاء الله شي رائع. هادي دازت ظروف احسن ما يكون مطار فيه ما شاء الله. ما تعطلنا لا في الطبيعه لا في والو، بالزربه داكشي خرجنا دي منطقه ديال الباكاج. وهاد الاكواريوم رائع اللي دايرين هنا، والله العظيم هذا شيء جميل. انا اول مره كنزل في هذا المطار هذا، زعما صراحه عجبني بزاف هذا الشيء. بسم الله، احنا في الطريق الى مكه المكرمه، طريق الحرمين، منظر جدة بالليل، منظر جميل. لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هادو اللي كنشوفوه، هذه هي بداية الحرم. من هنا هذا هو حد الحرم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دار حدود الحرم. على كل منطقة كاين حد، وهذا واحد من بداية حد الحرم. الحمد لله ربي وفقنا وقربنا ندخلوا ان شاء الله نديروا العمرة ديالنا. الله يوفقنا للخير. الانسان تيبقى يلبي حتى يوصل يشوف اول بيت من بيوت مكة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دابا حنا قربنا لمكة، كي تشوفوها برج الساعة. صراحة غلب الناس السوق إلى بيته الحرام. الحمد لله حنا وصلنا، حنا كنقربو واللهفة ديال القلب إلى رؤية الكعبة. أنا تقريبا هادي عامين وعشر أيام ما وصلت لهنا. الحمد لله ربي وفقنا. اللهم إن البيت بيتك، والعبد عبدك، وابن عبدك وابن أمتك. حملتني ما سخرت لي من خلقك، حتى سيرتني في بلادك، وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك. فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن ينأى عن بيتك داري، هذا أوان انصرافي. إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصبح ابني العافية في بدني، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني الطاعة ما أبقيتني، واجمع لي خير الآخرة والدنيا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي واهدني وعافني وارزقني وتجاوز عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، وتجاوز عنا خطاءنا يا رب العالمين. الدعاء اللي تيتقال ما بين الركن اليماني والحجر الأسود هو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا اللي كتشوفوا قدامكم هو مقام سيدنا إبراهيم. إن شاء الله غنصلي واحد جوج ركعات، ومن بعد غنديروا الصفا والمروة باش نكملوا إن شاء الله بحول الله باقي المناسك ديالنا ديال العمرة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ما يحرم التمسلم من هذا المقام. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
السلام عليكم. الحمد لله ربي وفقنا وكملنا العمر ديالنا، الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، الله يحرم حتى واحد من هذا المقام، الله يعطي لكل واحد اللي يتمناه. ان شاء الله سهلت دابا العمره، ان شاء الله نشوفوا حاجه اخرى. السلام عليكم.